صباح الخير. في هذه السلسله غادي تلقاو بزاف ديال الستوريات اليوم، غادي نعاود فيهم على واحد عمليه نصب كنت غادي نتعرض لها. طبعا كتبها في الاخر، ولكن كونوا على يقين انه هاد البنات الا نطقطوا شي انسان عادي غينصبوا عليه، ما كاينش تخرشيش، غيمشي ليه رزقه. جو سوي سيغ غيمشي ليه رزقه. انا نوريكم بعدا البروفايلات وعاد ندوز معكم القصة. الو، عندنا هذا البروفيل، هذا كاين واحد البروفيل اخر حتى هو شبيه به، حتى هو بحاله، حتى هو نفس الاسم. هذا البروفيل غادي تشوفنا انا بلوكيت في الاخر. هذا البروفيل هذا بروفيل اولا قديم، تصور لي فيه قدام، وعاد اجي نعاود لكم هذا البروفيل هذا لا كونتاكتك اش غيدير معك. هاد السيده هذه جات تواصلت معايا على اساس اصدقاء، ما كاين حتى شي مشكل، كنهضر انا وياها منين انت هذا. شوف كنهضر معها دابا اكثر من اسبوع، السيده كتهضر بواحد الاسلوب زوين، ما كتهضر معك حتى شي حاجه اخرى من غير اولا التعرف، تتعرف براسك، تتعرف راسها، اش دير انت في البيزنس، انا اش كندير، وهذا كتبقى تدوي معك وكتحشي لك في النهار ديال التعرف واحد الهضره، وهي ديال انا راه كندير تريدين اولا كنقشبل شي شويه في التريدين صافي، وما باقيش كترجع معك في هذا الموضوع هذا، وتتبقى بهضره كتجبد هضره. واش كدير هنا؟ السيده كتصيفط لك دي زوديو بصوتها، هي ماشي هي اللي في التصويره ولكن بنت هي اللي كتصيفط لي زوديو، كتهضر معاك كل شيء على ما يرام، وان وكتلقى في البروفيل ديالها تتقول لك مثلا هي كتلعب الجولف، هي كدير هادي، هي وحتى الا قلتي ليها اش كديري انت دابا كتصيفط لك تصويره، هذا يعني للسيد بروفيل حقيقي، ما يمكنش انك تقول هذا البروفيل ماشي حقيقي. ولكن كتبقى مره راه عرفتي انا تنعرف قضايا النصب، النصابه ما كيعطيوش الوقت، هادو تيعطيو كل الوقت الكامل وكيختاروا الضحايا بدقه، تيشوفوا البروفيل في الفيسبوك ديال الشخص عاد تيدخلوا معاهم كونتاكت، يعني كيشوفوا واش تيلا خسر هو الوقت، واش مستافد معاك شي حاجه ولا ما مستافد والو، ولا غير فريع في الاخر ما عندك حتى 20000 ريال. يعني هما تيختاروا لي بروفيل ديالهم بدقه. ما علينا، مره كتبقى تتقول لك انا، تتقول لها تتقول لك انا راه معاك تيتشر، انا التيتشر ديالي هو اللي كيقراني التريدين، التيتشر ديالي هنا، وانا بديت كنعيق بما شي حاجه ماشي هذيك، وانا ندخل معاه في هذا الكوتي تيتشر. شكون هو هذا التيتشر؟ هذا واحد التيتشر كيعلمني التداول هذا. مره كتكون شي قال مره تتكون ماشي مره، يعني سير عليك شي نهار تتصيفط لك مثلا بحال انا واحد من نهار هضرنا، المهم هي صراحه هضرت مع هذه اكثر من اسبوع، هذه اختنا هذه بدات لانهم هما جوج دريات، هذه اكثر من اسبوع صيفطات ليا تتصيفط لك واو انا هابي هذا مالك اليوم درت واحد 100 دولار الرباح، فهمتيني؟ وتتبقى غدا معك شويه بشويه، انت ملي كتولي كتشوف تتقول لها علميني، تتقول لك واحد انت ماي فريند، واحد انت صديق عزيز، المهم هذا على حساب انت، على ما بان لي على حساب انت كيفاش انت حورتي النقاش، حورتيه لحبيبه راه غتولي معك حبيبه، حورتيه لفريند غادي تمشي معك فريند. اذا بحالي انا قالت لي اه ماي فريند هذا انت عزيز عليا، انت تسمع لي المشاكل ديالي، حيت راه تدخل معك في واحد الاطار، راه حتى المشاكل اللي عندها تتعاودهم عليك وتتشكى عليك، يعني لايك فريند وكتسمع لي وهذا وكتسمع لي وانت ظريف وهذا، وكتدخل معاك في الاطار ديال عاد غادي نوريك ماي تيتشر. واحد القضيه اخرى باش كتثبتك هي انه ملي كتهضر مع وحده تقول لها انت منين، بحال انا قلت لها فروم مروكو، قالت لي واو هذا الكاونتري كنسمع به، وانا عارفه انه في المونديال هذا غادي انا راه غادي نجي، غادي نحاول نجي انني نجي للمغرب، بغيت نشوف المغرب، واش تقدر تكون الجايد ديالي؟ كتبقى تثبت فيك مزيان، وفي الاخر خويا هذاك التيشر عاد من الاخر تيعطوك واحد لابليكاسيون، هذيك لابليكاسيون مزوره، ابليكاسيون مزوره، وتتبدا تقول لك صيفط لي اليو اس دي تي باش ما تشري اليو اس دي، وتوريك كيفاش تشري هذاك اليو اس دي تي وكيفاش تصيفطو، وهكا في الاخر كيتنصب عليك في رزقك كما كان غادي يوقع ليا، اول كما كان قال لها راسها غادي دير ليا.
واحد اللعيبه هو انا ملي كتقدم راسك النهار الاول وكتقول لك مثلا انت فاش خدام، حيت هي في الاول كتزرب عليك تقول لك انا خدامه وهذا، بحال هذه قالت لي انا راه كاينه عايشه في قطر وعندي بيزنسز وعندي دي شوب وهذا ما علينا. ملي 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 قلت لها ودي راه انا اش كدير انت، يعني كتزرب هي تقدم راسها باش انت تقول لها. قلت لها ودي راه المالتيبل بيزنسز راه باش قلت لك هاد الناس خطره ما حكراتش ما والو مزيان هذا. دادت واحد 3 ايام وهي تقول لي قلتي لي تطرانا شنو هما الحويجات اللي كدير، وبقيت انا على نيتي كندير هذه هذه. ومن الحويجات اللي قلت لها قلت لها تريدر وهي تشد لي، قلت لها تندير تريدين وهي تشد لي في هاد التريدين هذه. قلت لي راه انا كندير تريدين وهذا تاتا، وهي تقول لي فاش التريد. قلت لها ودي انا راهي بيجينر، ما بغيت الصراحه تبقى تفر عليها في راسي. قلت لها ودي راهي بيجينر وهذا. هي من تما مشات هذا، وهي صراحه بالنسبه لي لقاتها طريق. قالت هي بدات مره هاد التيشير ديالي هذا هذا، ومره مره كتضرب وكتسولك على دوك البيزنسز القدام باش تيشوفوش اش كتدخل فيهم هذا واش فيك غير هو.